بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا أن جمعنا في هذه الأمس على هذا الخير. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هو الذي ألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. الحمد لله رب العالمين. أحييكم جميعا وأحيي ضيوفنا الكرام الذين شرفونا من بلاد من مشرق ومن مغرب، فجزاهم الله كل خير وجعل خطواتهم حسنات إن شاء الله. قد يستغرب المرء وهو يستعرض التاريخ هذه الحركة وما مرت به من محن، كيف ظلت متماسكة، كيف صمدت تحت سياط الطواغيت. تشرد توزع إخواننا داخل البلاد بين 27 سجن، وتوزع إخوانهم خارج البلاد إلى 50 دولة. تصوروا جسما يقسم هذا التقسيم كيف يبقى متواصلا لولا أن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ لدينه وهو الحافظ لعباده، وأن الأفكار والعقائد أقوى من سياط الطواغيت مهما عتت. نحن نترحم على شهداء النهضة، شهداء الحركة الوطنية، شهداء الثورة، شهداء جيشنا الوطني وأمننا الجمهوري، ونقول لهم لستم وحدكم في الشعار، من الشعب التونسي كله وراءكم إن شاء الله. إن الذين يزرعون الموت في الشعام لا يمكن أن يكونوا على دين، ولا يمكن أن يكونوا على وطنية أيضا. نبينا عليه الصلاة والسلام يحذر من فتنة قتال المسلم للمسلم، ويجرد من يرتكب هذه الجريمة من الدين. من سل السيف فليس منا، من سل علينا السيف فليس منا. ولذلك تونس لكل أبنائها وبناتها ما داموا مسالمين مهما اختلفت أفكارهم